قال وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان إن هناك إرادة سياسية حقيقية بإيجاد قيادات شبابية مؤهلة لتسلم المواقع قيادية، مؤكدا أن الشباب الأردني سيجد العديد من الفرص السياسية والاقتصادية والثقافية في المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال افتتاحه مركز مؤاب في محافظة الكرك بحلته الجديدة، بعدما تم تجهيزه وتحديثه بالشراكة بين مؤسسة ولي العهد والقطاع الخاص، مؤكدا أن توجيهات جلالة الملك للاهتمام بقطاع الشباب محفز حقيقي لتكثيف العمل والحوار مع الشباب وإشراكهم في رسم ملامح مستقبلهم. المعادلة أنا يعني كلنا بنعرف أنها ليست سهلة، معادلة صعبة، هي مرحلة انتقالية، لكن أنا متأكد أنه بالرغم من صعوبة هذه المرحلة النتائج راح تكون ممتازة جدا، لأنه راح يكون لدينا عملية انتقال تؤدي إلى أنه جيل من الشباب بيعتمد على نفسه أكثر، بيقوم بمشروعاته هو بشكل أكبر، بينتج مشروعات ريادية ومشروعات اقتصادية. هذه مش مسألة سهلة، مسألة بدها وقت، مرتبطة بالتعليم ومخرجات التعليم، مرتبطة بسوق العمل، مرتبطة بالمجتمع المحلي. إحنا دورنا كوزارة الشباب أن نوفر البيئة الحاضنة لإبداعات الشباب، لإطلاق طاقاتهم وللحوار الشبابي والأفكار الشبابية.